السلام وبركاته، كيف حالك يا اخونا؟ طيب والحمد لله، الحمد لله، نعم في نعم من الله. الله يحفظك يا رب، يجمعك النعم محفوظا من زوال يا شيخ. يا رب وإياك، تفضل. شيخ عندي أول حاجة بشرى، ثاني حاجة سؤال. يا رب بشرنا وياك بكل خير والسلامين والسلام. هي بشرى، هي بشرى لي أنا. طيب ماشي الله. أول بشرى إن أنا كان عندي مرض بقاله أكثر من 10 سنين، والحمد لله رب العالمين من يومين عملت زي عملية وبلش ثاني الحمد لله. اللهم لك الحمد، يسعدك ربي في الدنيا والآخرة. تفضل. فبما إن أنا بشرت هذه بشرى يا شيخ، وصلني وصية إن بعد ما ربنا عافاني أعمل إيه؟ لأن أنا دلوقتي كنت بدعي ربنا كتير، ربنا يشفيني وربنا يستجاب لدعائي. تشكر تشكر الله وتعمل بتوابع الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. بلساني الحمد لله الحمد لله، بيدي أخر لله ساجدا، بلسان وقلبي أحمد الله من قلبي وأفعل الخير. نعم أحسن كما أحسن الله إليك. نعم شكرا.